ضيفنا في الانترفيو. الانترفيو. سعد جدا باستقبال الوزير الاسبق الناشط السياسي الاستاذ فوزي بن عبد الرحمن. مرحبا وبيك لايمان، مسيكم بالخير الناس الكل. يفضلك، هذا المرسوم الانتخابي غير دستوري، هذا ما دونتوا سويعات بعد تنزيل المرسوم الخاص بالانتخابات والاستفتاء بالرائد الرسمي، شنو اللي مش دستوري فيه سي فوز؟ الاقصاء الحاملي على الاقل، انا زاد ما قريتوش مليح مليح، ولكن على الاقل اقصاء حاملي جنسيه مزدوجه هما مقصيين من تقديم انفسهم في 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 القلب. الفصل 19 جديد، الترشح لعضويه مجلس نواب الشعب حق لكل ناخبة او ناخب تونسي الجنسيه مولود لاب تونسي وام تونسيه وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي. البرا برا يكون حامل جنسية. إيه كيف نحكي على تونس ولا نحكي على برا الاحتلالي؟ يا سي إبراهيم كيف ده عنده دوب ناسيوناليتي يحب ترشح على سوسة؟ يسكن في سوسة. تي لا بخلاف يسكن، نحكي على الجنسية. هذاك يسكن هذاك حاجة أخرى، المرجع الترابي حاجة أخرى. معناها أنت عندك عندك جنسية، ما كنت في إسبانيا، إسبانيوري، ما عندكش الحق تترشح على الكيف. انتش على الكيف ما عندكش الحق، اللي يهمني يكون نسكن في الكيف. يا بخلاف تسكن يا ابراهيم، تسكن في الكيف وعندك جنسيه على الكيف ما تترشحش. عندي جنسيه اسبانيوريه. وعندك جنسيه اسبانيوريه ما تترشحش. نتاع اخوان كارلوس وقاعد في الكيف. يا سي ابراهيم، ابراهيم ربي، ابراهيم شويه جديه. راهو الوحده الترابيه وحده ترابيه، يهديك ربي. والمواطن حق لكل مواطن مهما كان جنسه، مهما كان لونه، مهما كان ديانته، هذا حق نتاع المواطن. وهذا الحق والحقوق هذه مكتسبه في الدواسير نتاع الدنيا والدين الكل. اذا كان تجي تقول اليوم انت انا مجلس نواب الشعب الجاي باش نسمح للتوانسه الكل يقدموا رواحهم وما نسمحش للناس اللي عندهم جنسيات، هو مشى خدام مشى يخدم في فرنسا، خذا باش ينجم يخدم في فرنسا ولا في المانيا، خذا الجنسيه نتاعو، رجع لبلاده واخذ الانتريت في بلاده، علاش تمنعوا باش يبدا يقدم روحه؟ والا طالب وكمل قرايته وجاي يخدم مهندس هنا وخدم وطلب الجنسيه وجاي يخدم هنا ويخدم في معتمد، علاش تمنعوا باش يخدم هاي طلبه توانسه لخدمه الكوفيد في فرنسا جازاهم عطاهم لناسيوناليتي فرنساوي، معناها غدوه ذاك الطبيب يروح يحب يترشح لانه ما عندوش الحق يترشح. يا سي ابراهيم راهو مش مع الكلام هذا ماهوش معقول، وكلام الناس اللي تتكلم على عدم دستوريه هذا الدستور، انا بالنسبه لي هو عدم دستوري بقطع النظر. على انا جيت لهنا ودخلت وقلت راهو سيد رئيس الدوله قيس سعيد راهو ما عندوش الحق باش يعمل شيء اللي يعمل فيه، يهديكم ربي. بنا حق هو يعمل لنا في قانون انتخاب، بنا حق يعمل في دستور. انا رافض هالمسار شخصيا، انا رافض هالمسار من اوله لاخره، وما يبنى على باطل فهو باطل. وكهو هذاك شو نقول، ما عندوش الحق يعمل لنا دستور. الدستور هو الدستور والقانون الانتخابي هما جزء من العقد الاجتماعي اللي نعيشوا بهم مع بعضنا في هالارض هذه مع بعضنا، وكلنا مواطنين. وتو ولات عندنا احصائيات، احنا بالجايه اللي قبل اللي جيت قبل الاستفتاء، ما جيتش من بعد الاستفتاء، تو عندنا ارقام يا سي ابراهيم. الارقام شنو هي تقول؟ تقول فما 5 ملايين متوانسه غير معنيين بالحياه السياسيه وبالشان العام، ولاسباب تجعلهم ويلزم فيها دراسات اجتماعيه وكل شيء. وفما 2 ملايين ونص مع قيس سعيد مع مشروع قيس سعيد، وفما 2 ملايين و200 ضد مشروع قيس سعيد. بنا حق تفرض علي انت بالجيش وبالبوليسيه وبالامن وبقوه الدوله انه تعمل دستور على كيفك وانك تعمل قانون انتخابي على كيفك. انا ما استغربتش من القانون الانتخابي هذايا راني، ومانيش مستغرب من الخطوات الجايه، لانه القانون الانتخابي هذايا داخل في اطار الاستحواذ على السلطه وتجميد كل السلطات المضاده وتهميش كل سلطة. معناتها راهو اذا كان تخموا اللي بالسلطه بالبرلمان بالقانون هذا باش يعني برلمان صحيح وهكا وسلطه وتخدم على روحها، راكم غالطين. واذا كان الناس اللي تخمم اللي فما محكمه دستوريه خدامه باش تخدم على روحها، راهم غالطين. راهو مفهوم قيس سعيد للسلطه هي سلطه واحده ولا تتجزا، والسلطه كلها عند قصر قرطاج وعند قيس سعيد، ما فماش حتى حد اخر عنده سلطه اخرى. علاش عمل حتى كان ينجم يأبد حكمه الفردي كما تقولوا انتم وما يعملش لا قانون انتخابي لا يعمل انتخابي. انت ما انتم كنتوا تتكلموا على موضوع الخارج، هو يعمل في المينيموم غارونتي
باش ما تقومش عليه القيامه في الخارج. ما هو ماهوش هو متملح جمله من الراي التونسي، هو متملح جمله من المنظمات الوطنيه، هو متملح جمله من الاحزاب السياسيه، هو متملح جمله من المخب السياسي اللي في تونس والثقافيه اللي كري. هذا القانون لا يقصى الاحزاب باش تترشح، بل حتى مقبله شويه معنا استاذ القانون في الجامعه التونسيه كما بالمسعود يقول لك بالعكس، ربما هذا القانون اكثر ناس باش يخليهم ينجموا يترشحوا هي الاحزاب الكبرى الموجوده في المناطق الداخليه وفي كل الجهات. قلت انت ما همش المنظمات الوطنيه، البارح حكومه رئيس الجمهوريه امضات الاتفاق في تاع الزياده في الاجور مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومع لوتيكا، يعني قاعد يخدم قيس سعيد وسلطه مع الناس كل. انا المعروف علي ما عنديش راني لا لغه خشبيه لا حتى شيء. نعم. لوتيكا بالنسبه لي غير موجوده تماما. عليه مش ماهيش موجوده تماما. شبيه عليه مش موجود محل تماما. شو معناها مش موجود على النسيج الاقتصادي. النسيج الاقتصادي التونسي اليوم كان تحب نتكلموا على الارقام، نجموا نتكلموا على الارقام. النسيج يعاني في معاناه زرقاء، فهم 20,000 مؤسسة. رئيس لوتيكا قبل في الرئيس لوتيكا خارجة على الطرح بشهادة تجمع لوتيكا بيتهم، مش لازم مش موضوعنا هذاك. الاتحاد العام التونسي الشغل خذا اللي حاجته به، خذا بعض التنازلات الى اخره، مازال ما نعرفوش شنو مش ياخذ في مواضيع الاخرين، خاطر فما مواضيع كبيره مازالت هامه، مواضيع الدعم، مواضيع الشركات العموميه الى اخره، مازال ما نعرفوش شنو الاتفاقات اللي باش تصير ولا اللي صارت، مازال ما نعرفوش. فما تهميش مهيمن وتهميش وربما حطان على جهه كل المنظمات وكل المجتمع المدني اللي نجم يتكلم كلمه في 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 الوضعيه في تونس. فما تكلمنيش اليوم على هالمواضيع هذه اللي توا قاعده صايره وهالقانون الانتخابي الى اخره، لانه بالنسبه لي هو تكريس لحكم الفرد الواحد وكهو. شنو مؤاخذاتك انت عليه؟ على شنو؟ فيش حتى نقاط إيجابية المرسوم هذا؟ أنا بالنسبة لي أشوف ها باش ناخذوا مثال أنا وأنت تفهمني مليح سي إبراهيم. إحنا عملنا الانتخاب سيقع على الأفراد، وأنا ما درستش مليح 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 التقسيم الدوائر باش نقول لك اسكو الدوائر مقسمين بطريقة علمية وصحيحة وإلا غلطي، مازال ما نعرفش. أعتقد الأرقام هي باش تقول مثلا، نعطيك أنا مثال، أنا نسكن هنا في 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 المنازه في تونس. هنا عندنا احنا الدائره الانتخابيه مشيت ثبت فيها هي حي الخضره والمنازه الكل. شكون الانسان المعروف في المنازه الكل؟ فما كرسي واحده للناس الكل هذوما. شكون الانسان المعروف في المنازه الكل من واحد حتى يمكن تسعه؟ ما نعرفش قداش من ساكن، يمكن يوصل حوالي 60,000 ساكن بحي الخضره، ربما 90,000 حوالي 60,000 تقريبا. لا بحي الخضره اكثر معناتها. وحي الخضره شكون الانسان المعروف بالطبيعه؟ الناس اللي الوجوه الحزبيه اللي تعدى في التلفاز الى اخره معروفه خير من الاخرين بالطبيعه. وهذاك بعدها يمشي في اتجاه انه الاحزاب تنجم تقدم عباد اللي هي معروفه على الاقل معناتها اعلاميا وعندها حضور ويعرفوها العباد الى اخره وعندها سمعه باهيه. يعني هذايا موجود. اذا كان في بلايص اللي ما فماش هالوجوه هذه الموجوده وفما 40,000 ولا 60,000 انسان معروف، تاخذ انت مثلا بلايص برشا بلايص معروفين معناتها توا كيف تشوفهم انت هنا تشوف الدوائر كيفاش مقسمه، تلقى ثلاثه ولا اربع معتمديات وبعاد ياسر على بعضهم. المنيهله دايره وحدها مثلا. اي المنيهله مثلا دايره وحدها. أي. شكون في المنيهله معروف باش ينجم يعرفوه يرشحوا جماعه المنيهله؟ وشكون اللي في دايره فيها ثلاثه معتمديات كبار وبعاد على بعضهم؟ خاصة في الداخل الجمهورية، شكون اللي معروف؟ اللي باش يجيب اللي 400 تزكية ويعملهم ليغاليزي في البلدين. اللي معروفين العباد اللي عندها الفلوس. العباد اللي عندها فلوس. يعني بالضرورة. هي اللي باش تعمل الماكينة، وأنت من بعد قلت راني أنا مانيش باش نعطيهم تمويل عمومي هذوما، الناس الكل، ما فماش تمويل عمومي في الانتخابات. إيش معناتها؟ شكون باش يمول لهم؟ ما فما مشي وجاي ها؟ تمويل ذاتي أو خاص يقول. إي تمويل خاص، دوك شكون باش يتعدى؟ اللي عنده فلوس. شكون باش ينجح؟ شكون باش ينجح؟ اللي عنده فلوس باش ينجح يا سي ابراهيم. شنو باش نكتشفوا تونس احنا توا؟ شكون باش يمشي للبلدان وباش يمشي يقابل الناس والناس اللي تصوت والعباد اللي وراها عباد تصوت؟ ما العباد اللي عندها الفلوس. معناتها باش نقول تقولوا لي انتم هل انه سيكرس حياه برلمانيه جديه؟ بالطبيعه لا. خاطر البرلمان هذايا مجلس نواب الشعب هذايا البرلمان شنو مهمته؟ شنو مهمته؟ الناس اللي باش يخرجوا عندهم تمثيليه على المعتمديات نتاعهم ولا على الجهات نتاعهم الضيقه؟ باش نترشح انا على جهه المنازه وحي الخضره، انا باش نحمل هموم المنازه وحي الخضره، باش نسكن انا في سوسه باش نتكلم على سوسه المدينه وعلى سيدي عبد الحميد، انا في قفصه باش نتكلم على قفصه. فهمتني؟ معتمديه قفصه.
معتمدية صفاقس، معتمدية الكاف. هل مانيش باش نجي لتونس بهم وطني؟ اي برنامج جهوي، برنامج محلي، محلي. انا عندي تصورات وطنيه، ما يسالش ما يسالش. باه ولايه تونس عندي سبعه معايا ولا هما تسعه، ولايه تونس الكل في كل عندي ثمانيه معايا. 13 تسعه، لا ولايه تونس الكل في كل تسعه. لا 13 ها؟ 13 13 هي وصفاقس 13 اي ما يسالش. ولاية تونس الكل في الكل 13 ما يسالش، ما عنديش الارقام. ما مش مشكلة، ما يسالش 12 ولا 9 كيف كيف. انا وهال 13 هذوما مش نتكلموش على الولاية، باهي ما يسالش، ما نتكلموش على الولاية لانه كل واحد منا باش يحمل مشاغل معتمديته ولا مجموعة معتمديته. اي انا تو كيف باش نتكلم على قانون وطني على بعث الاستثمار والتشجيع على الاستثمار، ولا قانون وطني على خصوصة المؤسسات العمومية، ولا قانون وطني على أي موضوع من المواضيع، التربية إلى آخره، واتفاقيات دولية إلى آخره. شنو العامل المشترك أنا ما بيني وما بين الناس الآخرين؟ مش نتفقوا على كل قانون وكل فصل نعملوا أغلبية، كل فصل نتقابلوا عليه جماعة، جماعة يجيوا معاه وجماعة يجيوا ضده. كيفاش باش نعملوا على المسائل الوطنية؟ المجلس النواب الشعب هذايا عنده صبغة وطنية، يتكلم على الوطن، على تونس كاملة. كيفاش باش نجي أنا ممثل أنا بتاع معتمدية، شنو وجهتي وشنو برنامجي للوطن؟ حتى قبل كنت تمثل، خلينا نتجاوزوا. شو قبل كنت تمثل جهة زادة؟ لا شو قبل نظريا، نظريا لا ما كنتش تمثل جهة، انت كنت بالنصوص تنتخب في دائره هي جهه عندك. إيه اما مش حكي كيكا، يحكي على البرنامج، هو يحكي على البرنامج اللي كانت على سعيد وطني. هو رئيس يعني دوله يقول تو الترشح التزكيه ولات من عند الشعب، ما عادش من عند المكاتب السياسيه بتاع الاحزاب السياسيه. وهو تو دبار اول حاجه هذه شعبويه رخيصه جدا، لانه الشعبويه هذه راهي ماهيش لن تقدم بالامور شيئا ولن تؤخر به شيئا. والناس اللي باش يقدموا رواحهم باش يقدموا رواحهم سواء كانوا مزكين من المكاتب السياسيه بتاع احزابهم قبل ولا توا، باش يكملوا كاكا اذا كان الاحزاب باش تشارك في الانتخابات. ولكن المساله الفرق البعيد بكل بكل بكل، فما حزب والا مجموعه وطنيه والا قائمه مستقله داخله برنامج، وفما افراد ما همش داخلين برنامج، ما عندهمش برنامج للافراد. شو برنامجهم افراد؟ انا ما نجمش ندخل في انتخابات تشريعيه على تونس وعلى سوسه ولا سريانه ولا بنزرت ونجي نقول راني انا ناوي نحي قانون 52 الوطني، ولا نحب نصلح منظومه القضاء، مش موضوعي بعد، وما يسمعونيش العباد في جهتي. فهمتي؟ معناتها مع الفرق البعيد ما بين الزوز، ما بين الزوز وضعيات، هي عندك مشروع وطني جاي باش تدافع عليه والا لا؟ هذا دوك هو كلام وراه. معناتها انا قلت لك ما بهتنيش القانون هذايا، لانه هو يكرس الحكم الفردي ويكرس تهميش كل السلطات. شوف المحكمه الدستوريه عندكم انتم، ها عندنا في الدستور المحكمه الدستوريه، المحكمه الدستوريه اللي عملها هو محكمه دستوريه بالحق، تخدم باش تخدم المحكمه الدستوريه. انت في المحكمه الدستوريه وقت اللي تبدا ما عندكش اساتذه نتاع فلسفه القانون باش تعيد النظر في فلسفه القانون في بعض القوانين اللي هي غير دستوريه. اي معنى واللي هي لا تتماشى مع العصر. شوف احنا توا ربما رئيس الجمهوريه عول على زوز محطات يقول هما باش يحقوا على الاقل الاستقرار السياسي، باش يوضحوا الافق السياسيه، باش يخليوا المستثمر يعرف البلاد ماشيه في الطريق الصحيحه، وعول عليهم حتى ربما لتهدئه الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه. الدستور الجديد، استفتاء في دستور جديد، والمحطه الاخيره حتى هي في رزنامه رئيس الجمهوريه اللي اعلن عليها من 10 ديسمبر 2021 هي انتخابات 17 ديسمبر. اللي فهمته من كلامك وانه ربما هالبرلمان القادم من خلال الانتخاب المرسوم نتاع القانون نتاعو مش باش يزيد يحل المشكل بقدر ما هو باش يزيد يأزمها. سي فوزي شوف ماهوش باش يحل، ماهوش باش يلعب دوره كمجلس نواب. شنو هو الدور اللي يحب رئيس الدوله هالمجلس هذا يلعبه؟ ما نعرفش، انا ما نعرفش. اما راهو اللي متحقق منه انا واللي قاعد نفسر فيه وهو لن يلعب دوره كمجلس نواب شعب المجلس هذا. بالطبيعه في مخ قيس سعيد المجلس هذا عنده دور اخر، الله اعلم شنو، بس ما نعرفوش. والمجلس اللي باش يلعب دور اكثر من هذايا هو مجلس الجهات والاقاليم، واللي مازلنا ما نعرفوش شنو بالضبط. وهذاك هو، وهذاك هو راس الحربه في سياسه قيس سعيد وفي منظور في النظام السياسي تاع قيس سعيد. وهذا هو اللي مازلنا ما نعرفوش كيفاش باش تعب وكيفاش باش تعمل العلاقه ما بين الزوز، وشنو هي القوانين اللي هنا وشنو هي القوانين هنا وشنو هي وكيفاش باش تناقش القوانين الى اخره.
علاش ما اعلنش عليه على قانون الاساسي وعلى صلاحيات مجلس هو يعمل معنا في سياسه قطره قطره سي هو يعمل معنا في سياسه هو باش يعدي في برنامجه بشويه بشويه هو ما عندوش حتى شجاعه الادبيه ولا سياسيه والاخلاقيه الكافيه باش يخرج للناس ويقول لهم هو مشروعي والناس اللي تبع فيه تبع فيه عن بعدها تبع فيه وكا اعمل اللي تحب هني تبع فيك هزوز ملايين و500 هذوما التوانسه اللي هما الاراده يمثلوا الاراده الشعبيه كيف نسمع بعض الفقهاء السلطان يتكلموا هنا في الاذاعات نسمع بعض الفقهاء نتاعو هو السلطان كيف يتكلموا يقولوا القيس سعيد ما يعملش حتى شيء من راسه يعمل ايش يحب الشعب انا ما ريتش الشعب وين قال ايش نحب الشيء هذا انا ماذا بيا نقول والله كان نلقى حتى في الاستشاره الاستشاره يا سيدي اقف على الاستشاره سي ابراهيم في الاستشاره الشعبيه قال الشعب في الاستشاره الشعبيه قال لا ما نحبش دستور جديد قيس عيد عمل دستور جديد ولما سوز مع بعضها لا لا قال قال شوف الاستشاره الشعبيه قال الاستشاره الشعبيه يا سي ابراهيم يا سي ابراهيم يهديك الاستشارة عبد الشعبية قال ما نحبش دستور جديد نقح 2014 نقح 2014 قال نقح دستور 14 ايش بيه ما تبعش الاستشارة الشعبية ولكن فما بعدها باش نحب الفقهاء السلطان كنت تحكي عليهم سامحني قالوا له عندك 36% زيد ب 38% مع بعضها تو فوتوا 70% يولي الشعب يحب دستور جديد باش نعطيك نظرة هي نظرية شوية هي فكرة نظرية ولكنها تفسر لنا الوضع شنو النظام اللي احنا فيه احنا اليوم نظام قيس سعيد شنو هو نظام شعبوي ريجيم بوبوليست البوبوليزم هي مدرسة سياسية مدرسة بتاع التواصل السياسي ماهيش مدرسة ايديولوجية ولكن مدرسة بتاع التواصل شنو هو الاهداف الكبيرة اللي فيها المدرسة بتاع البوبوليزم بتاع الشعبوية فيها ثلاث حاجات فيها اولا واحد يحكم هو الليدر كاريزماتيك اللي عنده شعبية كعنده شرعية الى اخره عنده الحاجة الثانية هو خطاب شعبوي يقوم على مرتكز اساسي وهي انه ناخذ الشعب وردوه مفهوم ردوه ما ناخذوش الشعب الحقيقي يعني الواقعي لا ردوه مفهوم نظري على انه شعب ايدياليزي معناتها يولي شعب مثالي ومنسجم هو الشعب في الحقيقه له مثالي له منسجم ولكن احنا نردوه شعب مثالي ومنسجم ونحطوه مقابله شنو نخب فاسده والنخب كلها فاسده الثقافيه والسياسيه والاقتصاديه والكهول النخب اللي تعرفها معناتها هذيا الدياليتي هذيك يقوم عليها نظام شعبوي دوك احنا عايشين في نظام شعبوي بالاساس راهو كيف تسمع قيس سعيد وتسمع ايغو شافيز تقولش عليه ايغو شافيز تقولش عليه قيس سعيد يتكلم كي تسمع هذايا بتاع فيكتور أوربان توا في براغ اللي هو يحكم في الرئيس الحكومة في براغ بالضبط كيف تقرأ لزناليست على يتكلموا على مارين لوبين بالضبط معناتها راهو لي فوندمون معناتها الأساسيات اللي مبني عليهم النظام الشعبوي هم الأفكار هذوما علاش هو يكسر في المؤسسات الكل والثالث المراكز الثالثة هي تكسير كل الأجسام الوسيطة تكسير كل ما فما وساطة وتولي هي السلطة ما بين رأس السلطة هك القائد هذاك وما بين الشعب مباشرة والقائد هذاك شو يقول يقول شافيز كان يقول أنا وجه الشعب وأنا لسان الشعب معناتها هذاك هو بيدو قيس سعيد يقول أنا ما نعمل حتى شيء من راسي أنا نعمل الشعب شو قاعد يقول لي نحب نعرف وقتاش الشعب قاعد يقول له في المنام ولا في اليقظة مثلا وحتى كيف الشعب يقول له حاجة أنت في الاستشارة هو ما تبعهاش دوك الشعب اللي في مخه هذايا هو النظام اللي عايشين لكن فيه لكن خطاب اللي يعتمد ويتكلم باسم الشعب راهو زاد حتى العشر سنين اللي عشناها من الناس اللي حكمت كانت ديما شعارهم نحن نحكم باسم الشعب وانتخبنا الشعب عندنا رئيس طلع رئيس مرزوقي انتخبوه 7000 فقط لكن يقول لك انا رئيس منتخب من الشعب ونواب الشعب وبالتالي خطاب الشعب هو خطاب تقريبا كل الأنظمة السياسية مهما اختلفت يبقى الفرق بين نظام شعبوي عنده إمكانيات الشعبوية لأنه يفوز معناه يفوت أفوار لمويان دو سي دو سونوتو إيتوبي معناه كي القدافي كان عامل فيها شعبوي كانت الأموال متدفقة والخزائن ملأة هيغو شافيز اللي تحكي عليه في الفنزويلا فنزويلا راي تقريبا 9 ولا 8 معناها منتج للنفط في العالم وبالتالي تصبح الشعبوية نوع من الترف المسموح به ويقبله حتى الشعب لأنه يعني القدافي وقت اللي كان يخطب في الخطاب الشعبوية كان المواطن الليبي ما يخلصش الماء
وما يخلصش الضوء وما يخلصش التعليم وما يخلصش النقل ويزيد يمر بيجي يداوي لهنا في تونس على حساب الدولة الليبية. كانت موفرت له الرفاه الاقتصادي اللي يعتقد أن الرفاه هذا ما جاش خاطر البترول، أما جاء بفضل حوكمة الرشيدة للعقيد معمر القذافي الله يرحمه. لكن احنا اليوم في تونس في وضعية مختلفة، عنا خطاب شعبوي، عنا توجه زعماتي، لكن ما يرافقوش هالرخاء الاقتصادي يخلي أنه الشعب سرعان ما سينتبه إلى أنه خاطر شوف الوضعية والمفارقة العجيبة اللي موجودة في بلادنا، أنه المفروض يكون غضبان شكون اليوم؟ الشعب ولا هكا؟ احنا لا، السلطة هي الغاضبة ديما، رئيس الدولة متغش. أيه. يا سيد الرئيس الوش ذاك والغضب راه مفروض يغضب الشعب. رئيس الدولة بذكاء أو بعفوية يحتكر الغضب ويشتغل على ما يسمى ببؤر التوتر السياسي والاجتماعي في البلاد، وكل ملف مشيطن بطبعه من عند الشعب يستحوذ عليه رئيس الدولة ويحط فيه معناه جام غضبه. البرلمان كان مشيطن عند الشعب التونسي، استحوذ عليه رئيس الدولة ووضع فيه كل غضب متاعه وأصبح ممثلا للغضب الشعبي. جاء للقضاة، فماش حاجة التوانسة كانوا متغشين على أكثر من القضاء، كيف كيف الأحزاب كيف كيف، يعني اشتغل على هالبؤر هذه المتوترة بطبعها، القضاء البرلمان الأحزاب، وظل في حالة غضب دائم وصادر الغضب لا كونفيسكي لا كولير، ولا الكولير هو عند الرئيس. مفروض الرئيس خاصة بعد 25 جويلية 21 يكون هو اللي يقدم الأجوبة على غضب الشعب، لكن إلى حد الآن هو الغاضب، مازال رئيسنا هو الغاضب وهو اللي يتهم. صحيح. وهو اللي يشكي والشعب ينتظر. لكن بطبيعة الحال السياسة هذه تعطي نتيجتها على المدى القصير، لكن أنا في اعتقادي بعد 25 جويلية الماضي وبعد الاستفتاء الإيجابي على الدستور بدأ العد التنازلي، بدأ الشعب شعب الرئيس يقولوا له يا سيد الرئيس وقفنا معاك، اعطيناك اللي حبيته الكل، مشينا معاك في المواعيد الانتخابيه 19 استشاره نجحنا لك الاستفتاء، تو ما عادش تنجم تقولنا الاخرون والغرف. وهذاك علاش نشوفوا اليوم صراعات داخل جماعات الرئيس سواء مدونين او تنسيقيات او غيره، لانه خطاب الغضب وخطاب الشعبويه والخطاب الذي لا يقدم الحلول هو مشكلته انه ينطلي لمده ثم وهذاك عليه نخليك شويه وقت فوزي. فضل. عبد الرحمن استسمحك نمشي الفاصل الاشهري وراجعين معك. كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار الماضي ساعتين على راديو ماد ميدي ماد، الاخبار الصحيح والكلمة حرة. اهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع وسن حوارنا مع ضيفنا اليوم الوزير الاسبق والناشط السياسي الاستاذ فوزي بن عبد الرحمن. تفضل سي فوزي تتفاعل معنا. اي حبيت نقول اللي موافقك لطفي في مسألة على التحليل بالطبيعة، ولكن فين تفشل الأنظمة الشعبوية وفين نظام قيس سعيد اليوم عنده صعوبات وما نشر راو في الحلول بتاعها هي على المسألة الاقتصادية والمالية. اليوم كيف تسمع الخطاب رئيس الدولة يتكلم مثلا على فقدان المواد الأساسية يعزي ذلك للاحتكار، وهذا كلام غلط، معناتها كلام مش صحيح.
مش معناتها ما فماش احتكار، لا موجود احتكار، ولكن فقدان المواد الأساسية ما هوش احتكار، ما هوش مرد متاعه الاحتكار. مرد متاعه هو غياب القرار السياسي من عند رئيس الدولة هو نفسه. كيفاش؟ بعطيكم مثال، مثلا الحليب اليوم، المسألة متاع الحليب، الحليب صارت اجتماعات كبيرة ما بين القطاع متاع الحليب، منتجي الحليب والمنتجي الأبقار اللي عندهم الأبقار إلى آخره، الفلاحة الكبار والصغار والصناعيين، وتفاهموا من شهر ماي إلى زيادة يلزمنا نعرفه اللي التكلفة، لأنه العلاف الأعلاف طلعت معتها، هذا الصعود صاروخي معتها الأعلاف، معتها زادت التكلفة. أنا خذيت الأرقام تاع التكلفة اليوم تاع الحليب، معتها تقريبا دينار و600 فرنك، دينار و600 فرنك على الليتر نتاع الحليب، الكلفه بينما الكلفه نتاع الانتاج ما بين دينار و600 دينار و700 قول دينار و600، واليوم التعريفه دينار و150 اللي على الانتاج، دينار و250 دينار و150 لا سامحني، دينار الاعلاف زادت من دينار، الكونسنتري زاد من دينار 150 دينار 350، اما الكلفه نتاع الانتاج زادت بعدها فما تقريبا 500 فرق 500 مليم. كان فما اتفاق على اساس وانه يقع زياده في الانتاج، وعملت حكومه نجله بودن عملت قرار في الموضوع هذاك ومشى عند رئيس الدوله، ورئيس الدوله رفض باش يصح، رفض باش صح، بصح شنو معناتها الزياده، زياده في الانتاج، رفض زياده التعريفه الرسميه بتاع الانتاج الحليب عند الانتاج. علاش رفض؟ لانه وقتها قال تفسيره هو لا راهو الحليب على خاطر فما محتكرين والى غيز ضرب الاحتكار وضرب كذا. هو اليوم قاعدين هذه شكون باش يتضرر فيها؟ اي هو مستهلك، باش نقول لك شكون يضر فيها. اللي باش يضر فيها هما الناس اللي اليوم، وكان نخليه معناتها اليوم الانتاج بتاع الحليب مثلا، كي ناخذ كان الحليب، الانتاج بتاع الحليب هبط ب 20 30% اليوم، لانه العباد فما شكون قاعد يبيع في الابقار نتاعو، لان ما عادش يخلطوا على الموضوع هذا. وزيره الماليه لا تجيب في المنتجين بتاع الحليب وفي القطاع، معناتها اليوم تفاهموا على 300 قطاع، معناتها باش نقول لك انا تقريبا قطاع الحليب اللي طالب القطاع نتاع الحليب كهو اللي حاشوا فلوس ما عند الدوله على لي سوبونسيون اللي لازم الدوله تعطيهم تقريبا 300 مليار، واللي توا عندهم 15 شهر ما دفعوش منهم حتى فرق، منهم واحد عندهم 180 مليار بعدها، فما شكون عنده 100، فما شكون عنده اكثر، هو 300 الكل في كل معناتها القطاع كامل. بعدها اليوم القطاع شو تقول وزارة المالية؟ تقول اللي القطاع هي الدولة بصفة عامة عندها 7000 مليار ديون مستحقات للمزودين نتاعها في جميع القطاعات، في جميع القطاعات في البي تي بي اتسيتيرا، اعطت منهم 4000 وقعدوا 3000، فما اليوم 3000 مليار للمزودين ماهيش قاعد تدفع فيهم الدوله، وهذو ما راهم مؤسسات واقتصاد ويدور وقاعدين واقفين وقاعدين، فما فيهم برشا عباد عندهم مسائل تاع شيكات بلاش رصيد، مسائل كيفاش يخلصوا خدمتهم، مسائل تاع تمويل خدمتهم الى اخره. شنو نحب نقول؟ كيف تاخذ انت القطاعات بالقطاع بالقطاع، كيف تاخذ منظومه الانتاج مثلا، كيف تجي انت اليوم لجروسيست وتفك له سلعته وتلقى عنده هو جروسيست مثلا، تلقى عنده سلعه نتاع 3 ايام تفكها له وتقول له احتكار، هي خدمة الجروسيست، هي خدمة، هي خدمة، هي تمويل السوق، هي خدمة متاع ريجولاسيون متاع ما بين المنتج وما بين وضرورية راهو. اللي باش يصير، اللي باش يصير كيف تتهدم انت منظومة الانتاج بالمنظومة اللي باش يصير وقت اللي يولي ما عادش عندنا حليب، باش نوليو نجيبوا الحليب من برا، والحليب من برا اليوم ب 3000 فرنك لتر، باش تجيب وعندك فلوس باش اذا انت ما نجمش تخلص اخر بط واللي تم تفريغه معناها البارح كان بمساعده خلينا نقول بصدقه من معناها البنك الدولي، لانه البنك الدولي في النهايه يقول لك هذا الشعب في جوع شعب، لا يقول لك من نجم نعاونك كان على الاقل في الحبوب،
يعني ولوا يتعاملوا معنا كما يتعاملوا مع اللاجئين بالضبط. يعني انت عايش لك شكاير الفارينة هاوك خلصت لك البطو اللي في البحر، اما باش غدوا نزيد نخلص لك زاد الزيت وخلص لك السكر وخلص لك الكمال يعتبروها كماليات. بينما شوف بينما الحلول راهم في دينا، راهم الحلول للمشاكل هذه الحلول في دينا. اولا اولا يلزمنا نعطيه حق الانتاج، حق المنتج. راك انت كيف تجي تقول انا نسعر اي برودوي فكسوم هذا كان حط فيه سوم، يزبك تشوف الانتاج متاعه، يزبك تتبع العلف مثلا. العلف حر في تونس، الاعلاف حرة، مع التوريد الاعلاف حرة، فما اربعة ولا خمسة ولا ستة شركات هما اللي يوردوا في الاعلاف، وسوم العلف حر. وزارة التجارة عيطت لهم توا تقريبا المدة اللي فاتت ونزلوا عليهم باش يرجعوا الى اخره. ولكن لكن هل تعتبر بانه خاطر احنا انطلقنا من قلت انت بالنسبة للسيد رئيس الجمهورية اليوم خاطر فما احتكار، الازمة الموجودة خاطر فما احتكار وفما معناها ناس تسرق مضاربة وغيره، هل انه اليوم السلطة القائمة قاعدة تنطلق من تشخيص غلط وبالتالي ما عندهاش حلول، ولا تغلط في روحها؟ انا يظهر لي التشخيص اللي عند الرئيس واللي يقول عليه في الاعلام، ما نعرفوش الرئيس مني ليه باش نقول لك شي خمم بالضبط، ولكن انا نستشف من كلامه كيما انتم تسمعوه اللي يتكلم هو كيف يتكلم. ما يتكلم انت اسمع شوف مثلا ليزوديونس بتاعه في نهار معين بيتكلم كان على احتكار. بعد هو بالنسبه ليه السبب الرئيسي هو مشى العزجه المره الاخرى، قال انا لقيت فلاحه هو شو اسمه يبيعوا باقل بعدها فوزي استلط ماخ. شنو نحب نقول كلمه بعدها انت كيف تقول اللي تشخص الامور الاقتصاديه وفقدان المواد على ان احتكار، بينما المواد هذه ان نقعد بيت وزيره التجاره ما تقول له شيء، وزير رئيس الحكومه ما تقول له شيء، ما تقولوش راهو المواد المفقوده اللي على السوق نتاع تونس اليوم هما مواد يجيب فيها مواد كلها تجيب فيها الدوله التونسيه. لا ما تنجمش ما يقولولوش عليه، ما تنجمش تقول. حتى كان تقول له هو فما عقل سياسي خلاف اللي ما نعتقدوه اللي يصيغ به خطابات الرئيس، يعطي يرتكز على قاعده وحيده لانفير سي لي زاتر. احنا راو اذا عندنا مآسي مش خاطر احنا كمنظومه جديده نحكم عجزنا، لا، لانه منا فينا كتوانسه فما شكون يعرقل فيه. هنا خرجنا من الزمن الاقتصادي ودخلنا في الزمن السياسي، لانه رئيس الدوله كان في استحقاق انتخابي نهار 25 جويلية وماشي لاستحقاق انتخابي نهار 17 ديسمبر، يعتقد انه الاقرار بانه منظومته في السنة فشلت في ايجاد مشاكل باش تجيب له بطبيعه الحال مشاكل نهار 17 ديسمبر، وربما تهدد بمزيد من ضعف الاقبال على مشروعه السياسي، وبالتالي هو يواصل في اعتماد خطاب يبرئ فيه منظومته، يعتبرها مظلومه ومستهدفه، والاشرار الاخرين هم الذين ربما حتى راهو المقدم معناه الطرح هذا طرحه حتى على فمي وخلاه انه يجمد مساله الترفيع في محروقات في شهر أفريل، لأنه قال لهم عندي استحقاق 25 جويلية ونحب نربحه باش تستقر البلاد. مشاو معاه تو باش نرجعوا نحكيوا على الترفيع في المحروقات من جديد، لكن المواد الأساسية ورفع الدعم وغيره قال لك لا مجال، لأنه كما قلنا عنده استحقاق 17 ديسمبر. يعني وكأنه نفس المأساة قاعدة تتكرر مع كل من حكم تونس، وهذاك علاش ما مشيناش في الإصلاحات الحقيقية. يعني نحب ناخذ رأيك في أنه رئيس الدولة رغم كل ما يقال على خطابه الشعبوي وعلى أميته السياسية إلا أنه في النهاية نجح في ترويض الشارع السياسي. اليوم ما فماش معارضة قوية، آخر معاقلها هي اتحاد العام التونسي للشغل تم جره الى طاولة التفاوض وامضى على اتفاق اعتبر نصرا لحكومة السيدة نجلة بودن، لانه سيمكنها من طرق ابواب صندوق النقد الدولي بايدي معناها واثقة ومملوءة. كيفاش تقرأ انت التحول في موقف اتحاد العام التونسي للشغل؟ اتحاد العام الشروع عمره ما كان في موقع معارضه، ما يحطش روحه في موقع معارضه. ديما كانت تلاحظ انت اتحاد العام الشغل ديما عنده خرجات ولا شو اسمه دي سورتي دو كريز بيبان يخليهم منافذ للخروج للنقاش، عمره ما يقطع شعره معاويه الاتحاد مع اي سلطه سياسيه. هو كان مع النهضه كان يتناقش مع النهضه، توا اليوم سي نور الدين طبوب كي نسمعوا يتكلم على عشريه الخراب،
بينما هو كان طرف هو في العشريه هذيك في النقاش السياسي. وصل الاتحاد عمل اضرابات عامه خرجي منها كما شعرت معاويه. اي عمره لا عمره ما يقطع شعرت معاويه ديما خلي للصلح كان للصلح كان ولانه ما يحطش روحه. وقالوها بالقياديين المده هذه قالوا احنا ماناش سلطه بتاع معارضه رن. احنا مركزيه نقابيه ندافعوا على حقوق الخدمين العامل العمل الى اخره. هما كيف يرجعوا للعمال والخدامه بزيادات المقرره وخاصه الوظيفه العموميه وما يتناقشوا تقولش عليهم كان على الوظيفه العموميه معناتها. وفي هذا انا في تقديري معناتها حتى في النقاش بتاع الزيادات على الوظيفه العموميه المنهجيه ماهيش هي بيدها معناتها ماهيش تحل المشكله بتاع 90 دينار هذه كل اللي توصل 50 دينار كل 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 عام للموظفين 50 و50 و50 على 3 سنين معناتها 50 دينار 150 دينار. مش نعتبروا هذه واقعيه متحد العام التونسي الشغل معناتها معناتها امام امام معارضه سياسيه يعني خلينا نقولوا فاشله. انا مش مستعد باش نتحمل كل وزر كل شيء. وهذا هو وهذاك هذاك الشكل هناك ذكاء زاد لانه في النهايه انا اولا بامضاء هذه الاتفاقيه برأت ذمتي ما عادش غدو الحكومه والرئيس في حال عدم الامضاء مع الاتفاق صندوق النقد الدولي يقولوا هاوك الاتحاد هو اللي هز البلاد للافلاس وكان السبب في الوضعيه هذه. الاتحاد توا يقول لك ها يا خويا ما تحبني انا نوافق هاني وافقت لك برا توا وريني انت ايش تنجم تعمل حل المشاكل حل مشاكل منظومات الانتاج هذه وامنع انهيارها شغل الناس استجيب. وكانه رئيس الدوله والحكومه زاده وقت اللي امضى الاتحاد لقاو رواحهم زاد راهو في نوع من الفخ توا معناها رئيس الدوله استفرد سياسيا واجتماعيا بالبلاد يعني ايه هكا هو تفضل انت لك الحكم لك الحكم فاحكم لك الحكم فاحكم عندك كرسولات الكل. وهذا توا الكلام اللي قاعده تقول فيه حتى المعارضه حتى المعارضه التونسيه السياسيه وخرت تفضل انت ماك عندك الحكم توا عندك كرسولات الكل وعندك الدستور وعندك البرلمان الجاي وكل شيء تفضل احكم برا تفضل احكم يا سيدي يكون صيد وكولني كما نقولوا احنا بالدارجه. ولكن المشكله اللي احنا توا كيف نخزروا احنا للوضع الحالي ما ينجمش ينجح قيس سعيد. علاش؟ ما ينجمش ينجح اقتصاديا واجتماعيا ما ينجمش لانه ماهوش فاهم الوضع الاقتصادي ماهوش فاهم الوضع الاقتصادي قيس سعيد وجماعته ماهمش فاهمين علاش لانهم كيف تضرب منظومه الانتاج راهو باش تكسر منظومه الانتاج تتكسر في جمعه من زمان منظومه الانتاج في شهر تبنيها في شهر تكسر باش تعاود تبني منظومه الانتاج لازمك 5 سنين اي منظومه نتاع انتاج. اليوم النسيج الاقتصادي نتاعنا فيه 20,000 مؤسسه تقريبا فما 1000 مؤسسه كبار 980 كبار اكثر من 200 خدام والبقيه تقريبا 19,000 مؤسسه اقتصاديه. هل 20,000 مؤسسه اقتصاديه نحي الكبار بكل اللي هما ربما 980 ثم ال 1000 الاولانيين الكبار ربما عندهم معناتها احتياطاتهم وعندهم امكانياتهم البقيه الكل يعانيوا في معاناه زرقاء راس مال ضعيف ما فماش اعانه من طرف المنظومه المصرفيه والمنظومه الماليه وعند إمكانية الإنتاج موجودة ولكن فما عدم وضوح رؤية كبيرة منافسة كبيرة من برا. استنى وأنت كيف تجي تشوف اليوم تقول أنت في الاقتصاد أنا على شنو باش نوزن؟ أنا نوزن في الاقتصاد نقيس على يلا ندرى تونس توا في العهد السعيد هذا قاعدة تخلق في الثروة الكافية ولا؟ اسكو قاعدة تخلق في الثروة تونس؟ الإشكال اللي المحركات نتاع خلق الثورة هم ثلاثة محركات. عندنا المحرك العمومي الاستثمار العمومي اللي هو في تاخر كبير برشا. انا جبت الاحصائيات اللي هي معناتها تو تشوفوا انتم الى موفى جوان 2022 تاع العام كامل معناتها تقريبا 30% كهو من الاعتمادات تصرفت معناتها متاخرين ياسر في الاستثمار العمومي. الاستثمار الخاص يكاد يكون متوقف الاستثمار الخاص به معناتها وبعث والمؤسسات اللي باش تجي من برا. المحرك الثالث ما عندناش يسكون ابيل دي زي ديو هذوما دي زانفيستيسور اترونجي ماهمش جايين ما عادش فما تقريبا. وصناعيا قاعده تونس تتوخر فلاحيا صعاب الوضع صعيب. تجاريا هنا نضربوا في منظومات الانتاج ومنظومات التوزيع نضربوا فيهم بالمنتوج بالمنظومه معناتها انا بالنسبه لي اليوم حكم قيس سعيد يحمل في طيات واسباب الفشل نتاعو. كيف ما تحلش انت وتو مع الاتحاد العام التونسي الشغل المشكله ماهيش مساله اجورك اهو مع الاتحاد يا اخي ما عندناش شانتي كبير اسمه الدعم اليوم مؤسسه العموميه كيفاش نعملوه ما عندناش شانتي كبير اسمه مؤسسه العموميه
فهمتي؟ واللي قاعده تستنزف في فلوس قد فلوس معناتها فلوس كبيره ياسر اليوم من الماليه العموميه. ما عندناش احنا ما عندناش مساله نتاع منوال تنموي نتاع نتاع جهات نتاع دونك هالمسائل هذه اللي ما فيهاش نقاش عام واللي قيس سعيد يرفض باش يكون نقاش واللي الحكومه نتاعو ضعيفه ياسر في ادائها. وهذا الكلام توا اليوم ولاو يقولوا انصار قيس سعيد على الحكومه راه معناتها احنا قاعدين نقولوا فيه عندنا مده لانه ما ريناش قرينا المؤشرات نتاعهم قرينا البرنامج قرينا اولويات الحكومه وقلنا راينا في الموضوع. اليوم انصار قيس سعيد قاعدين يقولوا هالحكومه هذه يلزم نغيروها يلزم نبدلوها وفاشله الى اخره، ولكن لا يعزون ما يرجعوش في الفشل الى رئيس السلطه القائمه اليوم اللي هو قيس سعيد، لان الحكومه هي من الحكومة انا بالنسبه لي انا ما نلومهاش الحكومه. يا سي فوزي تفضل خويا. احنا نرجعوا توا احنا توا نعرفوا ان التمشي نتاع السيد رئيس الجمهوريه حتى الرزنامه اللي رسمها هو بيدو وعلن عليها في 13 ديسمبر الفارط هي رزنامه تتعلق بمواعيد دستوريه قانونيه. ما فيهاش الرزنامه هذه كمواعيد عندها بعد اقتصادي واجتماعي اللي هو ربما من اخر اهتماماته ومخلي الحكومه تتخبط خبط عشوائي كما كنا نحكيو فيه منذ حين. الى حد الان فما دستور فما عمل استشاره والاستشاره هذه بالنسبه لي نجحت رغم ان جزء كبير من الراي العام ومن النخبه السياسيه وغيرها يقول لك راهي كانت فاشله ولكن هو اعتمد البعض من المخرجات نتاعها في ما يسمى بالحوار اللي عمله ثم بعد جاء الاستفتاء على الدستور. الدستور الاستفتاء هذه تم مقاطعته من طرف عديد الأطياف السياسية والاجتماعية بنسبة كبيرة ولكن الدستور هو يعتبره زادة نجح فيه. توجه المرسوم هذا المتعلق بالانتخابات المرسوم هذا فما بعض الأطراف السياسية اللي كانت أعلنت من قبل على المقاطعة متاعها يبدو وأنها قد تراجع أنفسها وتقول لك احنا نجم يفتح لنا الباب ونجم يلقوا رواحنا غدوة في البرلمان هذا ويعتبر أنه هو تهيئة الظروف الملائمة فيما بعد قالها هو البارح في الكلمة متاعه آخر الكلمة يقول لك سنعبر من اليأس إلى الأمل. يعتبر أنه المحطة القادمة متاع 17 ديسمبر هذيك هي مش تأسس للعبور إلى الأمل إلى الضفة الأخرى. بالتالي هل ترى دائما والسؤال سبق وانا طرحته عليك وعلى عدد حتى من الناشطين السياسيين وحتى من الحزبيين هل الحل يبدو دائما في المقاطعة؟ إذا تقاطع هو ماشي هو ماشي تقاطع. شفنا احنا الاستفتاء قد يشاركوا فيه 30% هذه الاحصائيات الرسميه نتاع الهيئه نتاع الانتخابات هي من جسم انتخابي في 9 ملايين واش فما اقل من 3 ملايين اللي مشاو هكا ولا لا ولكن هو ماشي غدو الحي نفس الشيء بالنسبه للانتخابات ما تشاركش اللي يحضر يزازي مش يصير معناتها اللي يحضر يزازي هي. سي ابراهيم هل دائما الحل في المقاطعه؟ هل المقاطعه ستجدي نفعا غدوه؟ شوف سي ابراهيم سمعت في قبيليك اتكلم على العقل السياسي للرئيس، انا اللي يهمني هو التحليل العقل السياسي للرئيس. هل العقل السياسي للرئيس هذايا فما منطق نتاع شراكه في الوطن؟ ما فماش. ما فماش يا سي ابراهيم. منطق الشراكه نتاع الوطن ما فماش ما عندوش. هو يقول لك في الانتخاب هو يقول لك تفضل شارك. لا لا لا. هو البارح حتى في الكلمه نتاعو قال يقصي الصندوق نفسه انا ما نقصي حد. الديمقراطيه وانت تعرف وسيد العارفين اللي الديمقراطيه ماهيش انتخابات فقط. الديمقراطيه ماهيش كان عمليه انتخابيه نمشي صندوق نحطوا ورقه في صندوق. الانتخابات الديمقراطيه هي روح هي فلسفه نتاع الوجود توافقات وطنيه لمشاكل معناتها حلول مشتركه لمشاكل مشتركه. احنا عندنا برشا مشاكل مشتركه. احنا تونس من عام 56 بخلاف زوز مراحل صغار في تاريخها نتاع 60 سنه الاخرانيين ما نجمتش تخلق ثروه. ما نجمتش. لتوا وضعيتنا الحاليه سيكم مخلا هذه مشاكل مشتركه. عندنا امراض اجتماعيه كبيره، عندنا التربيه في ازمه، عندنا الصحه في ازمه، عندنا الاقتصاد في ازمه. المشاكل المشتركه هذه يلزمها حلول مشتركه. يلزمها حلول مشتركه. منطق الديمقراطيه هو منطق الشراكه في الوطن. وتبقى باش نفصلوها كيفاش شكون ياخذ القرار؟ نمشيو للصندوق ونشوفوا شكون يجي الاولاني وشكون يجي الثاني وشكون يجي الثالث. هذه ايش معناتها ديمقراطيه؟ رئيس الدوله نتاعنا رئيس قيس سعيد لا يؤمن بالديمقراطيه التمثيليه يهديكم، لا يؤمن بالشراكه في الوطن، ما عندوش فكره الشراكه نتاع الوطن. هو اصحابه هو اصحابه الاحزاب اللي تساند فيه اللي تساند فيه واللي ساندته في الحمله الانتخابيه ماهوش معبرهم وما يسمعهمش وما يقابلهمش وما يكلمهمش. هاو قابل سي زهير المغزاوي يقابل في زهير المغزاوي ربما وما ريتش انا زهير بخزاوي كيف يخرج شنو هو اللي تبدل في رايه ولا شنو هو اللي تبدل في راي الاخر. فما نقاش ما نعرفش
مش كيفاش يصير النقاش والله ما نعرف. إيه وعلي وعلي باش نحب نقول نقول اللي تو سؤاله قال لي هو هل الحل في المقاطعة؟ انا اقول لك الحل مش في المقاطعة في المقاطعة ونص، لانه النظام هذا يلزم يقف، النظام هذا لازم يوفى يا سي ابراهيم. فما سياسة امر واقع، انا ادعو من هذا الواحد الى انهاء هذا النظام، مش حاجه سهله راهو باش يقول لك انا الكلام هذا راني ماهوش سهل راهو يا سي فوزي. يا سي فوزي ماهوش وضع سهل يا سي فوزي، كيفاش تنهيه النظام والرئيس منتخب؟ اله هو النظام الرئيس منتخب صحيح، ولكن بعدوش الحق يعمل شيء اللي يعمل فيه، هو غير قانوني الكلام اللي يعمل فيه غير قانوني وشاء برشا باطل وقاعد يبني في باطل على باطل وتم فرض. انا بالنسبه ليا بالنسبه ليا ولكن نجم نكون مانيش ممثل للمعارضه التونسيه، نجم نكون لانه منعبر كان على رايي الشخصي اليوم، مانيش في حتى تنظيم حزبي، ولكن الكلام اللي التخلويض اللي صاير في تونس راهو يلزم يقف. ما قلتش نحيوه هنا قيس سعيد، راهو ما قلتش هكا، قلت يلزم هل التخلويض هذا اللي صاير في تونس يلزم يقف. كيفاش يقف؟ يلزم يقف، يلزم تونس الى مسار الشياق، يلزم تونس ترجع الى مسار التشاور. شنو هو الكلام هذا؟ معناتها يلزم نوقف الحكم الفردي بناء اليه. يا سي فوزي راهي فما اليات، والاليات ما تنجمش تكون كان ديمقراطيه تحتها ديمقراطيه. واهم اليه ديمقراطيه الانتخاب. يقول لك اذا انت تقاطع مثلا الانتخابات التشريعيه القادمه اللي ربما تنجم تقلب فيها المعادله، هنا نقطة المعادلة على خاطر كنت نفسر لك يا سي إبراهيم، اللي في صورة ما إذا تشاركت ودخلت في المجلس هذا راهو المجلس هذا صوري. باهي كيفاش الآلية؟ راهو ما عندوش قيمة. سيد فوزي عبد الرحمن قاعد نفسر لك اللي حتى 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 المجلس كي باش يخرج راهو ما عنده حتى قيمة. خلينا نكونوا عمليين، كيف ترون الآلية نتاع ضرورة إيقاف هذا النظام الذي تعتبرونه خطر على البلاد والعباد؟ يلزم أول حاجة يلزم فما توعية نتاع الناس التوانسة اللي تفهم واللي تخمم بعقلها واللي عندها عقلانية كافية بقطع النظر على توجهاتها الإيديولوجية، فما توعية كافية، ويلزم إيجاد رأي عام كبير اللي يمشي في الاتجاه هذا. وكهو يلزم إيجاد، يلزم الخدمة نتاع السياسة هي خدمة قرب، هي سيتان ترافاي دو بروكسيميتي، يلزم يمشي يجيو القوى السياسيه يمشيو يفسروا العباد المواطنين يقولوا إيه لا تعتبر والو. وانه قيس سعيد نجح على امتداد العام هذايا في خلق سلبيه عند القوى المعارضه ليه، بمعنى وان الناس كل قاعده تستنى، كل قاعده تستنى. قيس سعيد قتل السياسه، قتل السياسه، قتل السياسه. قيس سعيد قتل السياسه وقتل السياسه خاطر هو قوي ولا خاطر هو ما يتفقك هما ضعاف؟ شوف انه قيس سعيد قتل السياسه قتل معناتها قال كلام صحيح ولكن الحلول نتاعو غلط. شوف فوزي سامحني سي قيس سعيد راه ما قتلش السياسه، قيس سعيد وجد السياسه تحت ظرف اطلق عليها رصاصه الرحمه. دونك ورث جثه سياسيه بعد 25 جويل. شوف هذا انا جيت باش نقول حاجه سي لطفي تمشي في نفس الاتجاه. بعدها الشعور بتاع المواطنين زوج ملايين ونص بتاع التوانسة اللي معاه قيس سعيد اليوم اللي يقولوا احنا موافقين قيس سعيد في التماشي بتاعه، يبنيوا في موافقتهم لقيس سعيد مش ربما على انخراط في برنامج قيس سعيد مش واضح بالنسبة ليهم، على انتي الاخرين، على انتي الاخرين. دونك الرفض، الرفض القوي، والرفض القوي هذا مادام مازال الرفض هذا قوي، مادام الاحزاب السياسيه ولات فيك تقولش عليها ايديها بارده ولات ما عادش تنجم تتحرك معناتها، ولكن النخب السياسيه مازالت موجوده في البلاد، ولكن فما استقاله جماعيه جبدت العباد رواحها. نعم. الى دونك يلزمنا نرجعوا للسياسه النبل نتاعها، يلزمنا نرجعوا للنقاش النبل نتاعو، يلزم العباد تتلم على حلول على مشروع وطني جامع تتلم عليه التوانسة. هذايا انا ما ادعو اليه، ويلزم يوقف التخلويض هذايا اللي صاير. وكاو واضح. شكرا لك الوزير الاسبق والناشط السياسي الاستاذ فوزي بن عبد الرحمن، شكرا لكل الفريق التقني. نهايه اسبوع مريحه للجميع، الى اللقاء.